ام جي مؤخرا معودانا ان هي بتقدم لنا عربيات بقيمه ممتازه مقابل السعر، ولكن في حاله العربيه اللي موجوده معانا النهارده فانا وجهه نظري الشخصيه ان العربيه دي كقيمه فهي اعلى من مقابل السعر، وده طبعا بالمقارنه مع العربيات اللي في نفس الفئه السعريه بتاعتها والفئه التنافسيه اللي هي من ضمنها. انا عمر سليم ودي الام جي 5 2022. في الحلقه اللي فاتت بتاعه الام جي 6 اتكلمنا بصوره مختصره عن تاريخ شركه ام جي وتاريخ شركه سايك الصينيه اللي هي حاليا المالكه للعلامه التجاريه ام جي. النهارده احنا معانا الام جي 5، وزي ما احنا شايفين هي الدي ان اي بتاعها والديزاين بتاعها مختلف تماما عن الام جي 6، وبتقدم تجربه مختلفه عن الام جي 6. العربيه بتيجي بموتور 1500 سي سي بيقدم 120 حصان و150 نيوتن متر عزم، ده كله متوصل على فتيس سي في تي، فتيس عملي واعتمادي جدا، نفس الفتيس اللي موجود في التويوتا كرول. فبصراحه العربيه الباكج بتاعها مناسب وجميل. العربيه الشكل الامامي بتاعها زي ما احنا شايفينه غالب عليه كلاسيكيه، واكتر حاجه هتلاقيها واضحه في الشكل الامامي هي الشبكه الكبيره من النيكل كروم. الشبكه حجمها عريض وكبير فواخده او بتجذب العين على وش العربيه. الشبكة هنلاقي فيها بتوسطها العلامة بتاعت الام جي كبيرة برضو واخدة شكل 3D كده فباينة قوي في وش العربية، وتحت العلامة بتاعت ام جي هنلاقي فيه كاميرا امامية، وده لان العربية بتيجي ب 360 درجة كاميرات، ودي حاجة بصراحة مش موجودة في كل المنافسين اللي في الفئة السعرية دي. العربية دي بتتفرج بان هي فيها كاميرات 360 درجة، ودي حاجة في فئات اعلى من كده بكتير. بعد كده هنلاقي ان الشبكه النيكل دي فيها جزء كده بيمتد ويدخل تحت الفوانيس الاماميه، والفانوس بصراحه شكله مستقبلي وشكله عصري. هنلاقي فيه الدي لايتس ال اي دي طبعا واخده شكل حرف سي كده مقطوع من تحت، برده شكله شيك، وبالليل بالذات العربيه بيبقى شكلها او الفوانيس بتاعت العربيه شكلها مستقبلي وعصري. هنلاقي الاضاءه الاساسيه بتاعت العربيه الهيد لايتس بتاعتها ال اي دي، الاشارات هي بس اللي هتبقى لومد هالوجين مش ال اي دي، ولكن شكلها في الديزاين بتاع الفانوس بصراحه شكله برضو حلو. الجزء السفلي من الاكسدام هنلاقي هنا مفيش فوانيس شبوره، ولكن في يعني زي حليه كده من النيكل وديكور كانها فتحه تهويه للعربيه، ولكن دي مقفوله مجرد منظر او شكل فقط. الجزء السفلي بقى خالص من العربيه شكله بصراحه جميل، يعني الديزاين السفلي ده كان متفرغ من هنا كده كانه يعني طبقتين، فبصراحه شكله حلو وجميل ومدي من تحت كده شكل اجريسيف لوش العربيه. العربيه شكلها مميز ومن احلى العربيات اللي موجوده في الفئه السعريه بتاعتها. بتمتاز العربيه الام جي 5 ان هي ديزاين شكله شيك، شكله عصري، مناسب للفئه السعريه اللي هي محطوطه فيها، والمنافسين فيها الى حد ما الديزاينات بتاعتهم بتبقى عمليه زياده عن اللزوم. ده كان وش العربيه، تعالوا مع بعض نتفرج على جنب العربيه. جنب العربيه هنلاقيه مكمل الكلاسيكيه بتاعت الديزاين. الجنب هنلاقيه سيمبل خالص، ما فيهوش غير خط الكتف الواصل من اول الرفرف الامامي ومكمل بجنب العربيه كلها. هنلاقي فيه هنا البادج او العلامه بتاعت نت بلو، والعلامه دي الخاصه بتكنولوجيا التوفير او الاقتصاديه من ام جي. العلامه دي هنلاقيها موجوده فقط في الجزء او الجنب بتاع السائق ومش موجوده في الناحيه الثانيه. المرايات بتاعت العربيه واللي شكلها متناسق بصراحه مع الكلاسيكيه والبساطه بتاعت الجنب، فيها الاشارات ال اي دي، وهنلاقي كمان تحت هنا في الكاميرا الجانبيه لان العربيه زي ما قلنا فيها 360 درجه كاميرات. مقبض العربيه ولونه بنفس الدهان، ومن فوق كده في جزء نيكل شكله بصراحه شيك جدا، مخلي الشكل بتاع الجنب او شكل الباب فيه فخامه، وفي الزرار بتاع البصمه برده معمول من النيكل. هنلاقي في الجنط بتاع العربيه، والجنط مقاس 16، مقاس الكاوتش هنا 205 على 45، والمقاس ده بصراحه مناسب جدا للعمليه بتاعت العربيه دي، بحيث ان هو يقدر يمتص النقر والمطبات وما يبقاش متعب او ما يبقاش ناشف على العربيه. ده الشكل الجانبي للعربيه، تعالوا مع بعض نشوف ظهر العربيه. ظهر العربيه مكمل برده بشكل سيمبل، بشكل شيك وعصري. هنلاقي ظهر العربيه بصراحه شكله برده مميز ومتماشي جدا مع وش العربيه، ودي بصراحه من الحاجات اللي انا بحبها جدا في ام جي، يعني لما بتقدم عربيه كلاسيكيه شكل او ديزاين كلاسيكي بيبقى الشكل الوش ماشي مع الظهر، ماشي مع الانتيرير بتاع العربيه. زي ما شفنا في الام جي 6 الوش بتاع العربيه رياضي، ظهر العربيه رياضي، كمان الداخليه بتاعت العربيه متصممه كلها بشكل رياضي. هنبص هنا هنشوف ان لاقي الوش العربيه لايق جدا مع الظهر، وزي ما هنشوف برده في داخليه العربيه شكلها سيمبل وكلاسيكي.
الظهر بتاع العربيه هنلاقي اكتر حاجه مميزه فيه الفوانيس اللي واخده برضو ال اي دي حرف سي كده، الشكل بالظبط اللي موجود في وش العربيه، وشكله بصراحه شيك جدا وعصري. الاشارات هنا هنلاقيها لمبه عاديه مش ال اي دي، بالاضافه ان هنلاقي فيه حليه من النيكل، الحليه دي واصله ما بين الفانوسين وداخله كمان جوه الفانوس كده، فشكلها بصراحه مميز. العلامه بتاعت ام جي برضو شكلها 3 دي وشكلها جميل، لايقه على ظهر العربيه، ده بالاضافه ان في كاميرا خلفيه هنا بما ان العربيه فيها 360 درجه كاميرات. البصمه بتاعت الام جي 5 ورقم 5 مكتوب او معمول باللون الاحمر، وده المعتاد ان في الام جي دايما الرقم المميز للموديل بتعمله بلون احمر. هنلاقي تحت فيه حساسات، هنلاقي هنا فيه فوانيس ضباب خلفيه مع عواكس، ده بالاضافه الى ان فتحه الشكمان هنلاقيها مخفيه جوه مش موجوده في الاكسدام من ورا، علشان الشكل من ورا يبقى سيمبل او يبقى بسيط. لما نيجي نبص على شنطه العربيه فهنلاقي ان شنطه العربيه مساحتها 512 لتر، ودي مساحه كبيره جدا ومناسبه بالنسبه للفئه اللي موجود فيها العربيه دي، فهي مساحه كويسه وهتلاقيها كعربيه عائليه مناسبه جدا وتقدر تشيل كل الاغراض اللي انت محتاجها معاك في العربيه بتاعتك. دي كده كانت الشكل الخلفي للام جي 5. تعالوا مع بعض نشوف الاوبشنز اللي بتقدمه لنا ام جي 5 من جوه. الصالون الداخلي للام جي 5 هتلاقيه مكمل الديزاين السيمبل البسيط بتاع الشكل الخارجي، يعني جوه بتعكس نفس الانطباع اللي انت شفته بره العربيه، وده حاجه حلوه جدا ومن الحاجات المميزه في ام جي. اول ما هتركب العربيه هتلاقي ان شكلها شيك من جوه، مترتبه حلو، في تناسق كده في الماتيريالز المستخدمه وشكلها برده مميز. هتلاقي اكتر حاجه هتلفت عينك او هتشد عينك ليها الشاشه الكبيره ال 10 بوصه واللي هي بتشتغل كلها بالتاتش، شكلها مميز كده وواكله جزء كبير من الجزء الوسطي بتاع التابلو. فبصراحه الخامات المستخدمه او طريقه ترتيب التابلو شكلها شيك. بالنسبه بقى للخامات اللي بيتم استخدامها او اللي تم استخدامها في عربيه الام جي 5، فاكيد احنا كنا متوقعين ان هيبقى فيها بلاستيكات، لان عربيه في فئه اقتصاديه لازم هيتم استخدام البلاستيك فيها، ولكن الملحوظه ان البلاستيك اللي تم استخدامه هو من النوع الكويس، الكواليتي بتاعه كويس عالي الجوده، يعني الجزء الاعلى من التابلو هنا البلاستيك بتاعه ناشف، ولكن للوهله الاولى انت من بعيد هتحس ان هو معمول سوفت، لما تيجي بس تلمسه وتدوس عليه هتحس ان هو من البلاستيك الناشف، فدي حاجه تحسب ليهم ان هم حتى مستخدمين بلاستيك ولكن بلاستيك بجوده محترمه. الاجزاء البلاستيك دي هتلاقيها مكمله في الابواب بتاعت العربيه، والاجزاء الداخليه برضو من البلاستيك، ولكن الحاجات اللي ايدك هتلمسها هتلاقيها متبطنه من الجلد، وجلد خامته كويسه والتبطينه بتاعته مريحه، وكمان في خياطه من اللون الابيض شكلها شيك. العربيه اللي معانا النهارده الداخليه بتاعتها من اللون الاسود وشكلها بصراحه مديه لكشري كده او شكل فخم للعربيه، وفي لون تاني من الداخليه اللي هو بيبقى البيج، واللون ده بصراحه انا لما شفته برده حسيته كمان اجمل من اللون الاسود، وهو موجود بالمناسبه هنا في جويش موتورز، ولكن للاسف وانا في لحظه تصوير الفيديو كان العميل بيستلم العربيه فما قدرتش انا اخدها منه واصورها، الراجل فرحان بالعربيه بتاعته فما اقدرش اقول له هات اصورها، بس الفرش البيج بصراحه شكله برده مميز جدا، وعامل كمان كونتراست مع اللون النبيتي، اللون من بره نبيتي مع فرش بيج، بصراحه شكله وهم. بعد كده الحاجه اللي هتلفت عينك في العربيه هي الدريكسيون او الطاره بتاعت العربيه، ومعموله بصراحه من كواليتي محترم جدا، نفس الدريكسيون المستخدم في الفئات الثانيه زي الام جي 6 والزد اس، هتلاقي دريكسيون مميز معمول من الجلد كله مع خياطه هنا باللون الاسود، الدريكسيون الملمس بتاعه محترم ومدي كده فخامه في المسكه بتاعته ومريح ورياضي. عجله القياده متغيره الارتفاع تقدر تنزلها او تطلعها، ودي حاجه برده مميزه ان انت تقدر تظبط وضعيه القياده اللي انت شايفها انسب ليك. الزراير الموجوده على ايدك الشمال هي الخاصه بالتحكم في الميديا والتليفون بتاعك البلوتوث، والاجزاء اللي موجوده على ايدك اليمين هي الخاصه بالتحكم في الشاشه الوسطيه الموجوده في العدادات. العدادات بتاعت العربيه شكلها برده كلاسيكي، شكلها شيك سيمبل، ما فيهاش زخرفه كتير، ولكن واضحه جدا، الوانها واضحه وارقامها واضحه. هتلاقي عداد السرعات وعداد الار بي ام، وهتلاقي في النص في شاشه من الالوان 3.5 بوصه اللي هي بتقدم لك المعلومات اللي انت محتاجها من خلال كمبيوتر رحلات، المعلومات الاساسيه للعربيه. لما تيجي بقى تبص على ايدك الشمال هتلاقي هنا في الزراير برده المعتاده للتحكم في المرايات الجانبيه،
واللي هي بالمناسبه برضو مرايات ضم، زائد الزرار الخاص بالتحكم في درجه ارتفاع او انخفاض المصابيح الاماميه للعربيه. فتحات التكييف بتاعت العربيه شكلها مميز جدا بصراحه، مديه شكل كده كأن الاطار بتاعها من الالومنيا ولكن هي بلاستيك، بس بصراحه شكلها مميز وشكلها مدي فخامه. هنلاقي في النص هنا في جزء كده كأنه برضو ألمونيا مكمل بعرض التابلو، ولكن لما تيجي تلمسه هتتأكد ان هو معمول من البلاستيك. هنيجي بقى الجزء الوسطي هنا والشاشة الكبيرة بتاعت العربية واللي هي حجم 10 بوصة. هنلاقي الشاشة دي فيها التحكمات بتاعت الميديا بتاعت العربية كلها، وبصراحة شاشة محترمة، ألوانها واضحة وألوانها ساتوريتد. هنلاقي فيها برضو التحكمات بتاعت التكييف، يعني لما تيجي تدوس عليها هتلاقي التحكم من خلال التكييف عن طريق الشاشة. بعد كده الجزء اللي في النص من تحت هنلاقي هنا في درج، الدرج ده هنلاقي فيه اليو اس بي هات بتاعت العربية، واحد خاص بالميديا وواحد خاص بشحن الموبايل، وهنلاقي فيه فتحة ولاعة 12 فولت، زائد ان فيه هنا مساحة تقدر تحط فيها الموبايل بتاعك وتقفل عليه. بعد كده المساحة بتاعت الفتيس، والفتيس برضو ماكسي من الجلد وفي جزء كده من النيكل كروم شكله مميز ورياضي. الرقبة بتاعت الفتيس من الجلد وعليها خياطة باللون الاسود شكلها حلو جدا. بعد كده هنلاقي تحت في هنا الكاب هولدرز، في واحد كبير وواحد صغير مساحتهم متوسطة ومناسبة. هنلاقي في مساحة تخزين صغيرة كده تنفع للمفتاح بتاع العربية او اللي تحط فيها كوينز وحاجات بسيطة. هنلاقي جنبها الزرار بتاع الهاند بريك الالكتروني، وهنلاقي الزرار بتاع الاوتو هولد، فحاجه برضو كويسه ان عربيه في الفئه السعريه دي وفيها هاند بريك الكتروني واوتو هولد، من الحاجات اللي برضو مش هتلاقيها متوفره في المنافسين بتوعها. زرار الستارت اند ستوب انجن، زرار بصمه، والعربيه بتدخل عن طريق دخول بدون مفتاح، برضو اضافه كويسه. هنلاقي هنا على الشمال الدراع بتاع الكروز كنترول، الدراع المعتاد في معظم الفئات بتاعه الام جي، وبيحطوه في نفس المكان. بالنسبه للتحكمات اللي في الباب هنلاقي بس مجرد الزراير الخاصه بالتحكم في الاربع زجاجات. المقبض بتاع الباب هنلاقيه من النيكل، ودي برضو بتبقى شكلها شيك كده ومدي فخامه، زائد الزرارين الخاص بفتح او قفل اللوك بتاع العربيه. العربية ما فيهاش مرايات تعتيم، ودي برضو من السلبيات اللي اتكلمنا فيها في حلقة الام جي 6، خصوصا زي ما قلنا ان الزجاج الخلفي مش معتم، زجاج مش فاميه، فبالتالي لو انت ماشي على طريق بالليل وحد وراك فتح النور العالي فهيبقى فيه انعكاس عندك في المرايات، فبيفضل طبعا ان كان يتعمل فيه هنا مرايات ذاتية التعتيم. دي يعني بالنسبه للعربيه اقتصاديه ممكن هنقول مش متوفره في المنافسين بتوعها، ولكن كانت هتبقى اضافه او حاجه مميزه ان تبقى موجوده فيها. الجزء الاعلى هنا هنلاقي برضو في مساحه اللي هي بتاعه الجراب النضاره، والاضاءات بتاعه العربيه من الهالوجين مش ال اي دي، وبرضو فتحه السقف العربيه فيها فتحه سقف، ومنافسين بتوع العربيه دي او الفئه السعريه دي فيهاش فتحة سقف. فعشان كده انا في اول الفيديو اتكلمت وقلت ان العربية دي بتقدم باكج كقيمة اعلى من المقابل السعري اللي هي محطوطة فيه. عربية فيها فتحة سقف، ولكن برضو نفس المشكلة اللي موجودة في الام جي 6، ان فتحة السقف مساحتها صغيرة، المساحة بتاعت الزجاج نفسه صغيرة، زائد ان الباب الداخلي اللي هو الستارة الداخلية في جزء منها او جزء بارز بره كده ما بيدخلش كله جوه السقف، فبالتالي بيحجب كمان او بيضيق المساحه بتاعه فتحه السقف. فكان من الافضل ان طالما تحط فيها فتحه سقف يبقى مساحتها اكبر من كده. الكراسي بتاعت العربيه مع مخامتها من الجلد، والجلد بتاعها بصراحه خامته جميله ومحترمه، فيها هتلاقي فيه خامتين من الجلد، اللي هو الجلد الناعم، وفي في النص كده الجلد اللي هو فيه فتحات تهويه، وده مدي شكل كده فخم للكراسي، وفي خياطه كمان من اللون الابيض مكمله الفخامه بتاعه الكراسي، والكرسي نفسه القعده بتاعته مريحه والتبطينه بتاعته مريحه. الكراسي الاماميه كهرباء، ودي حاجه برده حلوه جدا وتضاف لنقط القوه للعربيه، ودي حاجه انا مستغربها ان الكرسيين اللي قدام الاثنين كهرباء، مع ان في الام جي 6 كان كرسي واحد بس اللي كهرباء، رغم ان الام جي 6 المفروض ان هي كاتيجوري اعلى، ولكن مهتمين بصراحة هنا ان مديك يعني فخامة في العربية، فمديك الكرسيين الاماميين كهرباء. مساحات التخزين في العربية كويسة، هتلاقي هنا في الابواب في مساحة تخزين تاخد ازازة مية اللي هي الصغيرة وتحط جنبها بعض المتعلقات الشخصية زي المحفظة او بعض الاشياء التانية ممكن تحطها جنبها هنا في الباب.
بالنسبه لمساحه التخزين اللي موجوده في الجزء الوسطي هتلاقي فيه هنا مساحه تخزين حجمها متوسط، عميقه شويه لتحت، فممكن تحط برضو فيها بعض المتعلقات الشخصيه. والمخده نفسه معمول من نفس الجلد بتاع الكراسي وفي خياطه باللون الابيض، فشكله بصراحه برضو شيك. بالنسبه للتابلو بتاع العربيه، فالتابلو برضو المساحه بتاعته متوسطه، مش صغير ومش كبير. دي كده المساحات التخزين الموجوده في الجزء الامامي. بالنسبه للمساحه في الكنبه الخلفيه، فالمساحه بصراحه واسعه ومريحه، ينفع 3 اشخاص يركبوا، يكون حجمهم متوسط، هيبقوا قاعدين مرتاحين. في نفق فتيس في النص، ولكن النفق مساحته او طوله واطي، فبالتالي مش هيبقى مضايق اللي راكب في النص. المساحه بتاعه الارجل مناسبه جدا، اللي راكب ورا هيبقى قاعد مرتاح، في مسافات ارجل كويسه، مسافه الراس برضو مناسبه وواسعه. مساحات التخزين في الجزء اللي ورا اصغر من قدام، هنلاقي فيه مساحات صغيره في البابين الخلفيين، ودول ينفعوا ازازه ميه صغيره وبعض المتعلقات جنبها. للاسف مفيش مخدع وسطي في الكنبه الخلفيه، ودي بصراحه حاجه من السلبيات اللي مش شايف اي مبرر ليها. كل الاوبشن والخامات الحلوه دي كان ممكن يتحط مخدع وسطي، ما كانش هيبقى الازمه او التكلفه الاضافيه. الخامه بتاعت الكنبه الخلفيه مريحه جدا، نفس الكواليتي بتاع الكراسي الاماميه. للاسف العربيه ما فيهاش فتحات تكييف خلفيه، ولكن هنلاقي فيه منفذين يو اس بي علشان اللي راكبين ورا يقدروا يشحنوا موبايلاتهم. وسائل الامان في الام جي 5 كتيره جدا، العربيه فيها 6 ايرباك، فيها اي بي اس، فيها اي بي دي، فيها اي اس بي، فيها امبولايزر للموتور، فيها نظام مراقبه ضغط الاطارات، فالعربيه بصراحه فيها وسائل امان متميزه جدا مش موجوده في المنافسين اللي في نفس الفئه السعريه. ده بالاضافه لفي وسائل امان اكتر من كده، زي حاجه اسمها السي بي سي كورنر بريكنج كنترول، وده بيعمل على ان هو بيعمل فرمله للكاوتشات او الاطارات الداخليه لو انت داخل منحنى بسرعه، بحيث ان العربيه ما تعملش اندر ستير. غير ان العربيه فيها برده نفس النظام بتاع تجفيف الطنابير بتاعت العربيه لو انت ماشي في مطر او ماشي في سوائل، علشان ما ياثرش على التماسك بتاع الفرامل. فبصراحه العربيه فيها وسائل امان متعدده وكويسه. انا شايف ان شركه ام جي بتقدم باكج محترم جدا، وزي ما قلت في اول الفيديو العربيه دي بتقدم قيمه اعلى من المقابل السعري اللي هي محطوطه فيه، ودي حاجه مميزه ومش موجوده في المنافسين بتوعها. العربيه تنفع جدا كعربيه عائليه، وهي اصلا محطوطه في الكاتيجوري ده كعربيه عائليه، تنفع برضو عربيه لواحد شاب الباكج بتاع الفلوس اللي معاه ما يقدرش يدخل في كاتيجوري اعلى، فتنفعه جدا، لان العربيه بتقدم برضو ماتيريال محترمه جدا وشكل حلو. انا شايف بصراحه ان تجربه العربيات الصيني مؤخرا شبه قوي التجربه بتاعت العربيات الكوري. زي زمان في التسعينات كان كل الثقه بتاعت اي عميل انه يشتري عربيه ياباني، متسوبيشي لانسر او تويوتا كرولا، كانت هي دي الحاجه او الحل الامثل لاي حد بيفكر يشتري عربيه. وكان التفكير في العربيات الكوري ما هوش مقترح قوي، او ما كانش فيه ثقه قوي في العربيات الكوري. واحده واحده العربيات الكوري بدات تكسب ثقه العملاء، وبدات تثبت ان هي عربيات اعتماديه، وان قطع الغيار بتاعتها متوفره وبتعيش. فبالتالي بدا العميل يتجه الى العربيات الكوري، وزي ما احنا شايفين دلوقتي بقت مسيطره على جزء كبير من السوق. العربيات الصيني مؤخرا زي ما احنا شايفين في تنوع كبير في الفئات والماركات اللي بدات تنتشر في الفتره الاخيره، وهي في نفس المرحله بتاعه الانتشار زي العربيات الكوري زمان. العربيات زمان الصيني كانت بتقدم اوبشن، ولكن ما كانش فيها سيفتي وما كانش فيها شكل كويس. حاليا بداوا يهتموا بالسيفتي، وبداوا يهتموا بالديزاينات بتاعتهم، فبقى في باكج متكامل. ومؤخرا كمان بداوا يهتموا بالكواليتي والماتيريال اللي بيتم استخدامها في صناعه السيارات. فانا شايف ان في مرحله الخمس او العشر سنين الجايين هنلاقي في تطور كبير، وفي سرعه في الخطوات بتاعت الشركات الصيني في التقدم بالنسبه للشركات المنافسه ليهم. فتجربة العربيات الصيني حاليا بدأت تكسب مصداقية، بدأت نشوفها تنتشر في الشوارع، ودي حاجة كويسة. احنا النهاردة موجودين في جويش موتورز، وجويش موتورز زي ما قلت قبل كده مكان مميز بان هو عنده الفئات المختلفة من نفس العربية. زي النهاردة انا لقيت العربية دي اللون مثلا النبيتي بالفرش الاسود، والنبيتي بالفرش البيج، فدي حاجة بتبقى حلوة ان العميل يقدر يختار على ارض الواقع ما بين الفئات المختلفة او الالوان المختلفة، ودي حاجة مميزة عندهم، وبيهتموا جدا ان هو يديك الانطباع على ارض الواقع، ويخليك تشوف بعينك الفروقات، ويخليك تقارن بنفسك. ده غير ان فريق العمل عندهم او فريق خدمة المبيعات فريق مميز، وبيساعدك في عملية الاختيار والترشيح،
ويشوف الانسب ليك على حسب استخدامك، على حسب حجم عيلتك، على حسب طبيعه شغلك. فدي من الحاجات المميزه عندهم. انا هسيب في الديسكريبشن تحت وسائل الاتصال بيهم والصفحه بتاعتهم ووسائل او الارقام بتاعت التواصل، وهما هيردوا على اي اسئله بصدر رحب. لو عندك اي استفسار بخصوص اسعار العربيات، بخصوص انظمه التقسيط، اتصل بيهم واسالهم وهما هيجاوبوا على اي استفساراتك. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان تشوف الحلقات اللي جايه في على القناه، والحلقات اللي جايه ان شاء الله في عربيات مميزه وعربيات مختلفه وفئات مختلفه. فاكتب لنا في الكومنت ايه العربيه اللي انت حابب تشوفها معانا في الحلقات اللي جايه، فنقدر نوفرها ونقدر نعمل عليها ريفيو. شكرا جدا ليكم، واشوفكم على خير في الحلقه اللي جايه. السلام عليكم.